ابنها 21 سنة عقيقة، ممكن تعمل له عقيقة؟ أو ممكن تعمل له عقيقة. كل مولود مرتهن بعقيقته. طيب، هي تذبح يوم السابع، واستحب الفقهاء إن لم يستطع يوم السابع ذبحها في الرابع عشر وإلا في 21، بعد ذلك قالوا في أي وقت. فإذا يجوز الإنسان إذا ما أيسر الله عليه وإذا ما أفسح الله له في الرزق، وكان في ضيق من الرزق وقت ولادة ابنه مثلا أو ابنته، يكون يعني في أي وقت من عمره يذبح هذه العقيقة ويقيم هذه الشعيرة. طب هل ممكن واحد يعني أنا عندي 80 سنة النهاردة أو 70 سنة أو 60 سنة، ربنا يدي الناس الصحة ويبارك في عمرها، عايز أعمل عقيقة لنفسي وعلمت أن أبي لم يعق عني لعدم مثلا فهمه أو معرفته بسنة العقيقة، أو بسبب ضيق ذات يده كان فقير ما كانش معاه، وأنا الآن معايا، ممكن أعق عن نفسي؟ أعق عن نفسك، ولا شيء في ذلك. الحاجة أما أنا بشكر على الأسئلة، بتقولك أنا عايز أصحح بعض ما قيل أمامي. أنا سمعت قال إن الأضحية مرة واحدة في العمر. لا، الحاجة هو اللي فريضة مرة واحدة في العمر، أما الأضحية في كل عام. في كل عام سنة الأضحية، إذا ما جاء يوم العاشر يسن للإنسان أن يضحي إن كان قادرا موسى.